نعم متابعي الكرام، هكذا انتهت مباراة الهلال والاهلي بفوز ثلاثي لفريق الهلال. معنا في هذه اللحظات الكابتن محمد الدعيع. بداية نرحب فيك، الف مبروك، ثلاث نقاط هامة في مسيرة الفريق الهلالي. الهلال من خلال هذه المباراة يستعيد نغمة انتصارات، تقييمك لمباراة اليوم؟ والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله، يعني لانه حصلنا على ثلاث نقاط وهي الاهم قدام فريق قوي لو فريق الاهلي. طبعا اول شيء اني اهني وابارك للجمهور اللي حاضر في الملعب، اللي حاضر في الملعب اليوم. من عتب كبير على جمهورنا اللي ما حضر، يعني توقعت انه يكون الملعب اليوم مليان على بكره ابيه، ولكن للاسف انه يمكن الجمهور اللي جاء يشكر صراحه انه في يوم عطله، يعني لا هو في يوم مدارس ولا شيء. ولكن طبعا المباريات الجايه مهمه جدا، اذا ما وقف معنا الجمهور متى يقف معنا؟ احنا مصدرين الدوري، احنا ما احنا في المركز السابع او في المركز الثامن او في المركز التاسع، احنا مصدرين الدوري، لابد انه سلاحنا القوي بعد الله سبحانه وتعالى هو الجمهور. الجمهور اليوم هذول ما قصروا، اقول لك ما قصروا، لكن ما هو هذا جمهور الهلال، جمهور الهلال دائما استاد الملك فهد او في اي ملعب كان في المملكه انه دائما هو اللي مساندنا، هو اللي بعد الله سبحانه وتعالى. ولكن طبعا الحمد لله فزنا بالثلاث نقاط، ومباراه اليوم اعتقد قدام فريق قوي، استغلينا الفرص اللي جتنا، احنا عازمين وعاقدين العزم اننا نعوض مباراه النصر. تعرف مباراه النصر هذه مباراه ديربي ما تخضع المقاييس، ديربي وتنافس التقليد، يعني ما اعتقد ان احنا الاول وهم السابع والسادس، ما ادري بالضبط، لكن راحت الخير وشرها. اليوم عوضنا جمهورنا، عوضنا اميرنا الامير عبد الرحمن، عوضنا مدربنا اللي قاعد يتعب معنا، الحمد لله، يعني ما بقي الا خطوات بسيطه، وان شاء الله الدوري للهلال ان شاء الله باذن الله. الف مبروك. شكرا. نعم متابعينا الكرام، مباشره نتحول الى زميلي سعد المسعود.